ما شاء الله تبارك الله هذه الناقة اللي حلبناها الناقة منتجة وديدها طيب وحليبها سكر وبنتها مزيونة ما شاء الله اذكر الله عطنيها جاي يا أبو عمر اذكر الله صلوا على رسول الله الناقة ذي منتجة والدليل بنتها الرجل اللي عندهم حنا في مركز سليم بن شالح والشريكة صفر خمسة ثلاثة ثمانمية ثمانمية تسعة ما شاء الله ردها جاي رد شوي 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 عليه تواصل مركز سليم بن شالح وشريكه صفر خمسة ثلاثة ثمانمية ثمانمية تسعة حنا اليوم في مركز سليم بن شالح وشريكه الثلاثاء ثلاثة وعشرين اثنين الف واربعين الله حيكم جميعا يا مرحبا